فكرة المشروع كانت بالنسبة لي سهلة جداً لأي حد بيختار أي وسيلة من وسائل الرياضة، فكانت الوسيلة الوحيدة بتاعتي في الرياضة كانت ركوب العجل. بدأت إن أنا أشتغل على نفسي شوية، كان معايا بدل العجل عجلتين، كان معايا عجل فيه عجل فيه أنواع في العجل، عجلة اسمها رود وعجلة اسمها هايبرد. الهايبرد اللي بيبقى الجدون بتاعها مسطرة زي ده كده، الرود اللي بيبقى متني شوية للسباقات. فأنا كان معايا العجلة دي بديلة للعجلة التانية. بدأت إن أنا أفكر عليها، بدأت إن أنا أستحوي فكرة أو أستنتج فكرة جديدة. كنت زي أي شاب بيطلع رحلات يشوف العرب بيعملوا في الرملة شوية حطب، حاجات بسيطة بيعملوا عليها أكل، شغل بديء جدا. فبدأت إن أنا أجيب حامل بتاع العجلة الخلفي، وبدأت أصمم صندوق خشبي. الصندوق ده متحرك، بيقفل من جميع ويفتح من جميع الاتجاهات، بيكون بحجم الشواية دي في الآخر. وبدأت إن أنا أشوف المطاعم بتحتفظ بدرجة حرارة الأكل إزاي، فكانوا بيجيبوا شواية نحاس بيحطوا عليها الأكل يحتفظ بدرجة الحرارة أكتر. بدأت أجيب الشواية، بدأت أجيب الكنك النحاس بتاعي، بدأت أشتغل واحدة واحدة. بدأت إن أنا أصمم في البوكس، كل ما أروح لنجار يقول لي لا النهاردة بكرة، فما كانش حد عارف يوصل للفكرة اللي في دماغي. بدأت أنا اللي أجيب الخشب واحدة واحدة، قطعته، ظبطت الشواية بتاعتي على المقاسات وظبطت الدنيا دي كلها. اسم المشروع كان بالنسبة لي حاجة سهلة جدا. أنا كانت في البداية كان عندي الجملة دي هدية، اللي هي جملة سر السعادة الرضا. فأنا طبعا بتستحمل الكلمات بتاعتك من الحاجة أو الواقع اللي احنا عايشين فيه، فخليت اسم العجلة اسمها قهوة سر السعادة زي ما حضراتكم شايفين، وبدأت ضفت الكلمات كلمة سر السعادة الرضا، وعندنا هنا كلمة الروح للروح بتحن برضه. الحاجات بتاعتنا كلها حاجات غير قابلة انك بتسرق تيار كهربي او بتعمل اي حاجة. انا بعمل هنا عصاية سيلف ستيك وبعلق عليها لمبة USB مع باور بانك بتشتغل، هنا كشافات امامية برضو كلها شحن، معايا المضرب بشغل بيه القهاوي او المكسات او كل حاجة بقلب بيها، فبتبقى حاجة كلها شحن، يعني ما عنديش اي حاجة كهربائية غير ان هي كلها ادوات شحن. بدأت أجيب بقى فكرة مش زي أي حد واقف في الشارع أو المشروبات متشابهة، بدأت أجيب المشروبات اللي العميل عارفها، وبدأت أنا أعمل ميكسات. يعني مثلا عندنا القهوة مش بعمل يعني حاجة واحدة بس أو نوع واحد، لا، مثلا في قهوة سادة، في محوج، في غامق، في وسط. بدأت أنا أضرب ميكس ما بين السادة والمحوج وأبشر عليها جوز الطيب. بدأت أطلع بفكرة جديدة، بدأت أعمل قهوة بالقرفة، بدأت أعمل الفليفر بتاع القهاوي كلها عامة، قهوة نوتيلا برضو بدأنا نشتغل عليها بسعة أكبر، لأن العميل هنا في اسكندرية بيحب التغيير جدا. فبدأت إن أنا أغير في المود، بدأت إن أنا أضرب له ميكسات من كل حاجة عندي، إن هو ما يبقاش ثابت على حاجة واحدة بس، يبقى العميل جاي شايف حاجة قدامه، باكج بسيط قدامه، بس في أنواع مختلفة كتير جدا أنت بتقدر تقولها للعميل اللي قدامك. أي كلمة بقولها لأي شاب بجد، اللي عايز يعمل حاجة هيوصلها، أو اللي عايز ينجح في حياته، بدل ما أنا قاعد على قهوة، بدل ما أنا قاعد في البلايستيشن أو قاعد في أي مكان، أبدأ أخلق مشروع، أبدع في حياتي، أفكر. سواء أنا خدت الشهادة بتاعتي، خدت كليتي، هستنى الوظيفة هتيجي في يوم من الأيام، سواء أو ما جتش، فأنا أعمل حاجة جنبها، أساعد نفسي بنفسي، أبدأ بفكرة جديدة، أبدأ إن أنا أنجح في حياتي، أبدأ سواء لو جالي الوظيفة يبقى في جنبي مشروع ثابت، في حاجة أنا ببدأ بيها نجاحي. وإن شاء الله طول ما أنت بتفكر وعايز توصل لحاجة هتوصل لها.